ازيكم عاملين ايه؟ درس جديد من دروس رسم البورتريه، الدرس الخامس. هنتعلم ازاي نحرك البورتريه في جميع الاتجاهات. استنوني. رجعت لكم تاني والدرس الخامس من دروس البورتريه. احنا كنا درسنا البورتريه بكذا وضع، النهارده هناخد ازاي نحركه. اول حاجه زي ما اتعودنا التمرين بتاع اول الدرس، هنبدا هنعمل كل اللي احنا عملناه المرات اللي فاتت. هنعمل الخطوط المتوازيه، الكيرفات دي، هنعمل الزجزاج والموج. هنكرر كل واحد فيهم كتير، ممكن ناخد حوالي ربع ساعة. بنمشي ايدينا في التدريب دوت، وما تنسوش انا قلت لكم ان هو مهم جدا وهيفرق قوي في قوة ايديكم وقوة خططكم. هقلب الصفحة ونرجع بقى نكمل الدرس. احنا خدنا ازاي نرسم البورتريه من الوضع الامامي والوضع الجانبي والوضع اللي هو تلات ارباع او تروكار، بس كله كان في مستوى النظر. يعني ايه مستوى النظر للناس اللي مش عارفة؟ يعني كأنه قدام عينينا بالظبط. طب لو احنا شايفينه من فوق شوية، من تحت شوية، من الجنب اكتر، كل زاوية من دول انتوا ممكن تحبوا ترسموا شخصية بس ما تكونش قدامكم مباشرة او مش في مستوى عينيكم بالظبط. ده اللي هنتعلمه في الدرس النهاردة. ان شاء الله نبقى كده خلصنا اوضاع كل البورتريه. نبدأ بقى ناخد شوية في التظليل وناخد الملامح بالتفصيل. ناخد كل درس ملمح معين لغاية ما نتقنه خالص. في الاخر نقدر ان احنا نرسم بقى البورتريه كامل على بعضه ونظلله ويبقى بقى تمام. بس خليكم معايا. طيب هشرح لكم يعني ايه الاول مستوى النظر. مستوى النظر احنا لو شايفين مثلا مكعب او صندوق، لو شايفينه في مستوى نظرنا يبقى شكله عامل كده. طب لو شايفينه من تحت، من تحت يعني هو فوق مستوى نظرنا، هيبقى ده الشكل بتاعه. انا بس بقرب لكم بس الفكرة. نرجع للتصميم بتاعنا. بصوا هنبقى شايفين القاعدة بتاعته. طب لو شايفينه تحت مستوى نظرنا هيبقى شكله كده. هنبقى شايفين السقف بتاعه او السطح بتاعه من فوق. ده المقصود. طبعا كل ده المفروض بيتعمل بمنظور ونقط تهريب وحاجات كده، بس انا مش عايزه ادخلكم في قصص ديت. انا بس بقى اوضح لكم الفكره عامله ازاي. شايفين؟ فاحنا كل اللي احنا خدناه الدروس اللي فاتت النقطه دي، ان هو في مستوى نظرنا بالظبط. هنشوف ازاي بقى لو حابين ان احنا نحرك البورتريه هنعمله ازاي. احنا اتفقنا ان البورتريه عباره عن ايه. اول حاجه بنعملها في ايه؟ البيضاوي. عبارة عن شكل بيضاوي، بنحط فيه بقى بيضاوي تاني للجمجمة، ده لو هو بالجنب شوية. رجعت لكم تاني وازاي نحرك البورتريه. احنا خدنا بشكل سريع كده، خدنا الوضع الامامي اللي هو عبارة عن بيضاوي والخط المنصف فيه، خدنا الوضع جانبي الخط المنصف ده دور البروفيل، خدنا التلات ارباع وبرده قسمنا كله لتلات اجزاء. ده اللي احنا خدناه. طب هنحرك بقى ازاي لو حبينا نرسم شخصية بس مش في مستوى نظرنا؟ هنعملها ازاي لو مثلا شايفينها حد طويل شوية فاحنا شايفينه من تحت، عايزينه باصص لفوق، عايزينه باصص لتحت، كل الكلام ده. طيب اول مثلا حاجة ناخدها لو حد باصص لتحت، عندنا ادي البيضاوي اللي احنا متفقين عليه،
الخط المنصف ده كله زي ما هو معانا. اللي بقى بيختلف الخطوط اللي هي بنرسم عليها الملامح اللي احنا بنقسمها لثلاث اجزاء، مش هتبقى خطوط مستقيمة، لا هتاخد زي كيرف او يعني ميل لتحت كده. طيب هنعملها ازاي؟ اول حاجة هنعملها مثلا الخط ده، بس مش هيبقوا قد بعض بقى، احنا كل ما بننزل بيصغر، كل ما بننزل المسافة بتصغر. يعني هنعمل مثلا واحد هنا ودي واحد هنا، بصوا كل ما بننزل المسافة بتصغر، دي غير دي غير دي. طب ليه؟ لان احنا كده بتبعد عن نظرنا، فكل ما الحاجة بتبقى بعيدة، احنا لو شايفين مثلا شخص واقف قريب مننا هنشوفه كبير، لو بعد خالص واقف في اخر الشارع مثلا هنشوفه صغير. ده نفس الكلام، الخطوط ديت هي اللي هتحدد لنا بقى هنرسم ملامحنا فين. طبعا كل حاجة في الملامح بتاخد الكيرف ده معانا، وزي ما قلت لكم هناخد طبعا كل الملامح واحدة واحدة بالتفصيل بعد كده. بس مبدئيا احنا مثلا هنرسم من هنا، قلنا هنا خط الحاجب او العين، هنبدأ نعمل حاجب، بس الحاجب هيبقى واخد الميل ده معانا مثلا. نحافظ برضو على ان المسافة هنا قد هنا، كل اللي احنا خدناه. طب احنا كنا بنعمل خطوط تاني سحرية او سرية للعين، هنعملها ازاي؟ برضو ممكن نعملها بس واخدة بقى نفس الكيرف، خطوط بسيطة خالص، واخدة نفس الكيرف معانا. هنرسمها ازاي؟ برضو كل حاجة في العين واخدة نفس الكيرف ده بتاعنا، هناخد برضو ازاي نرسم العين من كل الاتجاهات بالتفصيل. اهو رسمنا العين لتحت شوية، هنسيب مسافة العين اللي احنا اتفقنا عليها عشان كتير منكم بيغلط فيها، وهنعمل العين اللي الناحية التانية. تمام. طيب الانف، الانف بقى بصوا، يعني الخط ده اللي احنا عاملينه ده هتنزل عنه شوية، ان احنا شايفين البروز بتاعها، شايفين عاملة كده شوية، حابين تطولوها بقى بالخطوط بتاعتكم، بس يعني ايه سيبوها كده دلوقتي. ادي الانف، الفم او البق هنعمل له برضو الكيرف ده. بصوا ما ينفعش نعمل اي حاجة من غير الكيرف او الميل ده عشان يبقى كله زي بعض. الشفة اللي فوق في الوضع ده بتبقى ايه، صغيرة شوية مش باينة قوي يعني. برضو ما تنسوش ان هو لحد نص العين. انا خلاص المفروض الكلام بقى والدروس اللي عملناها قبل كده دي خلاص حفظناها. ادي الايه، الشفايف، والدقن بقى هيبقى ايه، حاجة بسيطة كده من تحت. شايفين كده باين ان هو باصص لتحت ازاي؟ هنا بقى ده مش منبت الشعر، لا احنا ممكن نخلي المنبت بقى من هنا شوية، اهو طالع بقى ايه الشعر كده، راجل بقى او ست، يعني ايه عايزين هنا الجبهة اكبر من الحتة دي، اكبر من الحتة دي. عشان كده بقول له كل ما طبقش الدروس الاولانية ما ينفعش يطبق الدرس ده، يعني اي حد بيتفرج على الدرس ده ما طبقش الدروس الاولانية، لا يرجع يشوفها الاول يطبقها عشان ما يحصلش اي لخبطة، وتقدروا تفهموا احنا بنعمل ايه. لازم ناخد الدروس بالترتيب. دي الودان، احنا قلنا الودان في الوضع ده ما بيبقاش باينة من ناحية كبيرة قوي، اهو مثلا بصوا كله مايل لتحت، طبعا برضو من اول الحاجب لحد الايه اخر الانف. خلاص ممكن نكمل الشعر بقى، ممكن ايه يعني انتوا تبقوا تكملوا بقى، انا بس عايزه اوريكم كذا طريقه للتحريك. ادي برده الشعر، خلاص وادي هنا الرقبه. طيب كده بقى ايه فهمنا، لو عايزين مميل اكتر الكيرفات دي هتزيد،
يعني بدل ما هو الكيرف عامل كده، لا هيبقى منحني قوي كده، كل ما بيوطي كل ما بيعمل. وفي نفس الوقت بقى ده برضو زي لو احنا عاملينه عايزينه، نبص بقى لفوق عندنا الخط اهو المنصف وباصص لفوق، يبقى الكيرفات كلها بتاعتنا هتبقى ايه لفوق، بس الناحية دي بقى العكس، لتحت هيبقى اكبر فاصغر فاصغر. شايفين ازاي؟ من كل ما بنعلى الكيرفات بقى لفوق ونعكس، هنا كان الكبير اصغر اصغر، هنا ايه الكبير تحت اصغر فاصغر، ان احنا شايفين الجزء ده اكتر من الجزء اللي ايه اللي عالي معانا. يا رب تكون واضحة بالنسبة لكم. برضو هنرسم ملامحها اهو، كل حاجة تبقى واخدة معانا ايه الكيرف بتاع فوق، هي دي الايه العين، الانف بقى احنا هنا قلنا الحتة دي هتنزل لتحت هتبقى بارزة شوية، لا هنا بقى الانف احنا هنشوف الخروم بتاعت الانف من تحت، لان هو ايه عالي. طبعا برضو هناخد بالتفصيل هنرسمها ازاي كل وضع من الاوضاع دي. هاي شايفين الفم، ما تبعدوش قوي يعني من المسافة، ما تخدعكوش فتبعدوا تعملوا البق بقى هنا، لا فوق برضو عندنا منطقة الشنب دي الشفة اللي فوق هتبين بقى شوية معانا اهي لحد نص العين، متنسوش الشفة اللي تحت بقى، بدل ما تاخد كيرف لتحت كده لا يعني هتتعدل شوية، بصوا مش هيبقى فيها ميل قوي زي الايه الزاوية التانية. ممكن بقى نشوف الدقن من هنا كده، اهي الدقن بتاعته بقت هنا، وعظم الفك والرقبة بقى هنشوف ايه اللي هو الزور بتاعنا ده، وهنشوف اجزاء تانية الودان برضو اهي لغاية الحاجب لحد الانف كده. شفت عاملة ازاي؟ الشعر بقى ممكن ما يبانش اصلا من منبت هنا، لان دي لسه جابها معانا، ممكن يبان ايه جزء بس من الشعر من الجنب، هو مش اصلع، هو بس مش باين الجزء ده في الشعر، لان هو كل ما بيميل بيختفي شوية. خلاص ده الوضع اللي هو كان امامي. طب هو لو وضع بقى بالجنب، لو وضع اتراكار اي حاجة، بنجهز الاول الخطوط بتاعتنا ديت ونبدأ نشتغل عليها زي ما اوريكم كده، كله زي بعضه. يعني مثلا اهو لو قلنا مثلا وضع جانبي بس باصص لفوق لكم كده، ايه حاجات سريعة، وضع جانبي اهو، وادي باقي الجمجمة، الخطوب بتاعته هتبقى كله بصوا مع زاوية الميل بتاعت ايه البيضاوي نفسه اهو. بدأنا بقى نعمل هنا ادي اهو عين، ايه قلنا بتبقى شبه المثلث كده شوية في الوضع ده، عشان انا برسم بالجنب فايه الدنيا مش مظبوطة اوي معايا. الشفايف هتبقى باينة كده جزء، بصوا يعني زي ما رسمنا التاني بس كأننا ايه لفينا الورقة بس هو ده كده، بس الرقبة بقى تبقى ايه كده كأنه هو باصص لفوق، هو لابس اهو يعني ده جسمه، فهو ميل راسه او بص لفوق. لو لتحت هنعمل لتحت آه. طب التروكار برضو انا بديكم نبذة بس من كل حاجة تبقوا عارفين احنا بنعمل ايه. لو التروكار مثلا برضو بص لفوق شوية، ادي هي البيضاوي بتاع التروكار والجزء اللي من الجمجمة والخط المنصف بتاعنا هيبقى كده ماشي مع البيضاوي. هنبدأ نقسم تلات اجزاء بتوعنا، هو انا كده هو انا عاملاه ايه باصص لفوق بس يعني مش عالي قوي،
اهو رسمنا الحاجب بتاعنا، ادي الحاجب الناحية التانية، ادي الانف بتاعتنا. بس طبعا شكل الانف هنا بقى هيختلف شوية لانه هو مرفوع. باين من هنا شوية اهو لين، ادي الخطوط بتاعتنا اهي، ان اللين هنا بتبقى مكسورة سنة مش باينة كلها، هنا برضو بيبقى فيه كسر بسيط كده في الحرف اهو. ماشي، الفم برضو واخد نفس الميل ده، الشفة دي تبقى يدوبك حتة صغيرة، وهنا اهي لحد نص العين، ودي لحد نص العين من هنا اهو اللي تحت. هنعمل الوش، نبدأ بقى ايه لو نحط له مثلا الشعر بتاعه او حاجة. فهمت قصدي ايه؟ يعني احنا عايزين نحرك الوش، هنحركه بالبيضاوي اللي هو الاساس بتاعنا في كل حاجة، سواء بقى اي وضع من اوضاع الوش. التطبيق بتاعنا المرة دي هيبقى كل واحد هيرسم لي حوالي مثلا 6 أوضاع مختلفة للوش، هنرسم 6 أوضاع مختلفة للوش. والواجب المرة دي كبير شوية، بس احنا زي ما اتفقنا ان احنا كل مرة هيبقى اصعب من اللي قبلها. الدروس اللي جاية محتاجة ان احنا نكون خلاص خلصنا موضوع النسب بتاع البورتريه ده خالص، عشان نبدأ بقى ازاي نرسم الملامح صح، وازاي نظللها والكلام ده. فمحتاج ان احنا نبقى خلصنا كل ده، ان مبقاش محتاجين ان احنا نرجع له تاني. زي ما قلت لكم، اللي ما شافش دروس الاولانيه يبدأ يشوفهم بالترتيب. ما ينفعش نطبق الدرس ده واحنا مش عارفين الدروس اللي فاتت او ما رسمناهاش. ابعتوا لي على الجروب واصلح معاكم، مفيش اي مشكله. ويا رب يكون سهل بالنسبه لكم، ومستنيه تطبيقاتكم. وما تنسوش تعملوا لايك وشير وسبسكرايب للقناه، ولو في اي حاجه مش واضحه اكتبولي الكومنت. شكرا ليكم، واشوفكم في الدرس الجاي. مستنيه تطبيقاتكم، ما تنسوش.